فطبيعي يصير طبعك مثل طبع بحرة. بابا، نحن مالنا الأولاد اللي بيخافوا يقربوا على الجرف بعز الانهار لحتى ما يوقعوا فيه، ومالنا من الناس اللي بيقطعوا السهول والأنهار ليتسلوا، وبيتسلقوا الجبال ليعملوها ملاعب لهواياتهم. بابا، نحن منعرف كيف نتحمل أمواج البحر من لما نخلق، بس اللي ما منعرفه كيف بدنا نقدر نتحمل غدر الزمن، وكيف نتعامل ونواجه هذا الغدر اللي رح يجي ويسكن بالبحر الأسود. بيقولوا لما البحر بيفقد الأمل بيصير عنيد. يا بحر، انت اللي رح تحكي لهم عن عنادك، لانه لما بحكي لهم انا بيقولوا مجنون. اركض بسرعة، اركض. نفس جيت. خلص حبيبي، اهدى، لا تخاف، اهدى، ما حدا رح يأذيك. يلا يلا امشوا من هون. نفس نفس، هاتي ايدك، يلا ما ضل شي، شدي حالك شوي من هون. اركضي. نفس، جيت، انتو مناح؟ ولك انت شلون بتتجرأ؟ نزل المسدس من ايدك. انت خطفت مرتي وابني مني، ما رح انزل هالمسدس لحتى اطلع بروحك. ولك شو طلعوا لفوق مثل السعدان؟ والله ما بعرف. حلقة مع الأرياس، والقبطان طلع مشان يساويها. ولك انت مين سماك قبطان؟ شو عم تعمل على المرساية فوق؟ زل تحت بسرعة. بزيت هاي ريس وبنزل لعندك. شو اللي عم يزيت؟ مفصلة باب. لك ابني إذا وقعت من فوق بتتكسر.
لك انا باكل بهادر عنك. انزل انزل لتحت. لك بشرفي هذا مجنون. اخي شو صاير؟ خير؟ قلي شو في؟ لما بتشوف اسمي بترد بسرعه. اخي انا كنت عم اسحب المرساية، الحلقه معلقه. شو في؟ شو بدك مني؟ لك لا تكون طلعت على المرساية. لك ما قلت لك ما بتطلع لهنيك؟ شو انت ما بتفهم؟ مو شاطر غير بالحكي. راح انزل، بس ما قلت لي ليش اتصلت. ليش اتصلت؟ مو متفقين نسافر مع بعض؟ اترك من ايدك وتعال عندي. تمام، يلا جاي فورا، ما بطول. ويستنى نص ساعة. لف لشوف، لف. قبطان بدي تنزلني على اليمين. استغفر الله، مفكر حاله بميكرو. عمي بدري، ممكن تزتني على الشط؟ بابا تعال جوا، امي وستي عم يتخانقوا مع بعض. ماشي بنتي، الله يصبرني. تعي بنتي تعي، فوتي لشوف. يا ولاد قوموا اعطوني السكينة لحتى اقصلها لسانها لهي الهبلة. إذا بدك تقصيلي لساني يلا بسرعة، بس جوزي مصطفى ما بيقبل. وشو بده يحكي مصطفى؟ بجوزه واحدة تانية قبل ما يسمع حسك. تعرفي إذا عملتي هيك مرت عمي وحياتك ما بكون بنت أبي. إذا ما بفوت عليكم بالليل وبخنقكم كلكم. خير شو القصة؟ شو صاير؟ حبيب قلبي، نحن مو اتفقنا نروح على اسطنبول بالطيارة؟ ايه خدها بالطيارة، لأنه كنتي بتطلع بتحوش موسم أبوها بالطيارة. متعودة. الله يخلي لي جوزي مصطفى يلي عودني هالعادة، بس انتي اللي جوزك ما عودك. وشو شايفتيني عصفورة لحتى أطير بالسما؟ أنا ما بركب بهداك التابوت. ايه براحتك، جوزي رح يروح اسطنبول عنده اجتماع وكنتك بدها تتفتل بالبلد. فهميني يعني انتي ليش مصرة تلزقي فينا؟ مصطفى سكت مرتك أحسن ما أنا سكتها بطريقتي واخلص منها. أمي آسيه، أمي رايحة معنا وبالسيارة لأنها بتخاف. أنا ما بخاف ولا شي، بس بختنق بقلب هديك المكنة. تختنقي؟ وأنا بلشت اختنق. آسيه اسمعي الكلمة، رح نروح بالسيارة. الحماية واحد، الكنة صفر. سمعت مصطفى؟ آسيه خلصنا بقى، يلا. يا ربي دخيلك. شكرا عم. اهلين ابني.
يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك معلم، تأمرنا بشي؟ سلامتكم، سافرين على اسطنبول، المكان بأمانتكم. عراسي. انت ليش عم تزورني هيك؟ هلا التطليعة صارت زورة؟ يعني انت ما عم تزور مو؟ انا عم بتطلع بهالوش الحلو، الوش اللي ما عم بشبع منه. حبيبي اذا هيك بتكون زورتك معناتها دائما ضل عم تزورني. يا ويلي يا آسية يا ويلي. عمهلك مصطفى عمهلك. ولعت الأجواء عالآخر وشعلت النار ولهلبت. تضرب منك لإله. لكان يا عمي ناس عنده وناس ما عنده. من 9 سنين والنار لساتها شعلة والفضايح على أبو جنب بهالبيت. ها وصل طاهر، يلا يلا انتوا بوشكن على الشغل، ما تتركوا العمال. امرك حاضر. اتركون حبيبة قلبي. اول ما برجع من اسطنبول في بنت بتاخذ العقل، رح جوزك ياها طاهر. يا الله رجعنا عنا. اي عادي شبك، هي سنة الكون. مرجانة بنت مقدبة كتير، ولا تنسى انها حلوة. ما بدي بنت راسها كبير مع حماتها وبتضل مسخسخة مع جوزها. اوه امي امي، ما تطلعي لي خلقي هلا وانسي فكرة العروس. مستحيل اني انسى، من رجعتي رح اطلب لك مرجانة. امي ما تكسب خطية هالبنت، لما يجي الوقت المناسب رح جيب لحالي عروس. اذا بترك لك القصة بتجيب وحدة مثلك مجنونة. اترك الشغلة علي، رح جيب لك وحدة تكون نسخة طبق الاصل عن امك. لا بلا ما تكون طباعة من طباعي. مرجانة منيحة، الا تم ياكل ما لا تم يحكي. امي يلا طلعي على السيارة، يلا طلعي. تحرك. امسكي لي ايدي. حاجة ضحك. سيا سيا.